ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي مش راحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد وبحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فيني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 بالصبر بيتحلوا، بس العواينية رح ينهانوا وينزلوا. والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله، والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله. الله 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 لك. ايه يا فتاح يا عليم يا رز، جاي صلعتني جاي. لك شو بك عم تشبت وتلبت، عم تدق على الباب كأنه باب بستان؟ لا والله عم دق على باب واحد فلتان. لشو هالكلام طالع نازل؟ ما تقول صباح الخير عند الصباح؟ الله لا يصلحك بالخير وان شاء الله ما بتشوفه، قول امين. لا انا ما بعرفك هيك ازعى، روينا من عند الصبح. لكن شو بتعرفني درويش واجداد؟ هيك شي. انا اجدب ولا؟ هلا قلي شو بدك؟ جاي ارمي صباح العكر عليك وعكرك معي. شو رايك خلي صباحك زباله مثل شوفتك؟ لا يا سعيد، خليك ادمي واحكي معدّة. ليش بدك تعكرني؟ لانه صار الايام معكر منك، بعدين ما عاد اقدر اتحمل، ما عاد اقدر اسكت. وانا شو دخلني اذا انت بتحب تعكر حالك؟ لاني ما عم شوفك على سحور ولا عم بسمع صوتك الحنون. غريبه، ليش ما عم تسمعني؟ مع اني كل يوم عم ممرق بالحارة وفيقها كلياتها وعم بصرعها بصوتي وصوت الطبلة تبعي. ايه بس انا سمعت تقيل وما في الا بدق الباب تبعي، ليش ما عم تدق الباب علي؟ لك فهمني ليش، شو مساوي لك؟ في سبب احكي. مرأة وما في شي بيستاهل، وما رح دق عليك الباب، وورجيني شو بدك تساوي. لا يا، وصرت تعرف تحكي كمان ابو غالب، وعك تفكر حالك كبرتها، لساتك مثل ما انت بنظري. فهمت شو قصدي؟ شو جاي تخانقني بنص حالتي؟ يلا روح من هون ترمن احسن ما تساويك شقف ونتفع. ولك عم تدفش لك ابو غالي؟ لانك ما عاد استحيت على حالك، وكلمه ثانيه رح ليخك. ها انت بدك تليخني؟ ايه بليخك وبليخ اللي اكبر منك كمان. انت بدك تليخني يا ابو غالي؟ واقف عندك ها، والله إذا بتقرب علي لأشكيك لأبو جودات. لك عليك وعلى أبو جودات وعلى لساندو وعلى نوري. تعال يا رجال، تعال هون، تعال هون، لسا ما فشت خليل. وتكامشوا وصار الضرب بيناتو، وأبو سليم طربش لوشه لأبو غالي. شه 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 شو قصة أبو غالي؟ هذيك المرة أبو بشير تهجم عليه وضربه، وهالمرة سعيد لك ليكون عمله شي ناقصة بالحارة ومخبية علينا. علمي علمك عقيد. وينو هلا ابو غالي؟ طالع عند ابو جودات مشان يشتكي على ابو سليم. اوف، لك شو هالقصه؟ شو نساوي سيدي؟ اتركه اتركه هلا لنشوف شو نهايتها، انا ما بدي اتدخل. ايه بامرك. وهذا اللي صار سيدي.
تحكي لنا شو؟ أنا ماشي لحالي لا تدفيش. امشي بلا ولا لا؟ حرك. شو نص جارين؟ أنا برأيي شوف أبو هاشم. أبي عصام الله يحن عليك، كان شايف حالك مالك حسنا تفز على الشغل، عود رخي بدان. لا لا يا أبي ما فيني البلا الحمد لله وبقدر أروح على الدكان. بالله لا تروح لك أخي. لا أختي أنا ما بحب قعدك البيت. يلا معلش شو علي؟ الله يحن عليك، أبي معتز الله يرضى عليك، سويني ترتاح الدكان أنا لحالي. مشي يا أبي مشي. يا أخي عصام، شو على بالك تاكل اليوم؟ أنت شو على بالي؟ أنا عاملة حسابي أعمل لك مقلوبة. مقلوبة مقلوبة، أنت شو ما بتطبخي بركة من إيديك. يا إلهي خلي لنا إياك يا رب. بس كتري اللحمات ها؟ إيه مو على عيني وراسي. أوف، وما عرفت ليش أخذوه على الكركول؟ لا والله يا أبو قاسم. ماشي، أنا هلا بروح بفهم شو القصة. يلا، سلام عليكم. وعليكم السلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير أخي؟ صهرك سعيد. شبه؟ أخذوه على الكراكول. ليش شو مساوي؟ شو بيعرفني؟ ولي على قامتي وبعدين؟ هلأ أنا بروح على المخفر بفهم شو القصة، بإذن الله ما برجع ولا بيكون سعيد طالع من الحبس. ولي على طول إن شاء الله، هلأ بوران بيكون فاير دمه. الله وكيلك يا سيدي، كل شيء قاله قلت لك يا بالحرف الواحد. عم يسب الحكومة كمان؟ وصلك معه لهون؟ أدخل. احترامي سيدي. جبتوه؟ نعم سيدي جبناه. يا عظيم. يلا سيدي اسمحوا لنا. وين رايح؟ على بيتي سيدي، هاي المغضوب عليه صار عنكم وانا ما عاد لي لزوم. يعطيك العافيه سيدي. الله يعافيك. بس رح تبقى عنا هون. بدنا نعرف بالاول شو يلي خلى سعيد يسب الحكومه. ها؟ نوري تاخذه على النظاره. حاضر سيدي. امشي بلا ايدك عني. لا ترفع صوتك نوبة. سيدي الله وكيلك ماني عامل شيء. قلت لك امشي قدامي. شغلك. لك 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 شو عم تحكي انت لك ابي؟ اي والله يا ابي وعلى قد حقتلي مرتبه. يا الله يسلم ايديه. خلصنا بقى انت يا الله يرضى عليكم. لا بدنا حدا يقتلنا لك ابي ولا بدنا نقتل حدا نحن. بس ابي بده اياها. والله لو ما كان قتله اليوم سعيد كنت قدحته اياها انا بنص الحاره. بدي اياها من زمان يا ابي. خلصت بقى انت وياه. العمى سير العمى. كان ناقصنا نحن عيو قالوا قلنا بالحاره. لازم افكر هلا الطريقه طلعت فيها صاركم من المشكله بالمخفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دريتوا شو صار بسعيد؟ درينا سيدي. الافندي متعالي مع ابو غالب. اي بس شغلته بسيطه. وهلا ابو قاسم بيطالعوا. خالي؟ ايه. ليش ابو قاسم راح المخفر؟ من ساعه اللي دري الله يخلي لنا اياه. سلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا عمي بحاجاته. شو بدنا نعمل يا ابي؟ شو بدنا نعمل لك ابي؟ نستنى نشوف خالك شو بيطلع معه. لا والله يا سيدي ما بيهون علينا نسمع هيك حكي عن صارنا ولا بسمح لحدا يسب الحكومة. بدك تأجرنا ما فينا نطالع لحتى نحاولوا على التحقيق. طيب سيدي ما بتقدروا تمرقوها هالمرة كرمالي. لك شو كرمالك ما كرمالك أبو قاسم؟ شو الشغلة هيك؟ سعيد عمل شغلة كبيرة كتير. سعيد سب الحكومة يا رجل شبك. إيه بس والله ما له بالعادة. سامحوا هالمرة سيدي. لك شو سامحه ما سامحه يا ابو قاسم؟ ايه؟ لك المصاري كانوا هون وين راحوا؟ اللهم اخزيك يا شيطان. طيب شو نساوي سيدي؟ لك يا ابو قاسم هاي الشغله كبيره كثير وما حدا بيحكي فيها ابدا. اخي بس انتهى التحقيق مع سعيد نحن منشوف. يا اما منسامحه يا اما منشنقه هو اللي عم يتشفع له. يا لطيف كل هالقد شغلته كبيره؟ كم بلا كبيرة كتير كبيرة كتير أبو قاسم. ما عم تفهم انت؟ فهمت سيدي فهمت. انا ما بقى اتدخل فيها منوب. خليني بعيد عن هالشغلة. السلام عليكم. هل فهمها؟ لك يخرب بيتك شو مخك سميك؟ ما في غير بعمله هيك بعمله هيك بعمله هيك. لك لو حمار كان فهم. شو يعني شغلته كبيرة اخي؟ يعني اكبر من ضرب ابو غالي. ما فهمت عليه. يعني بده وقت كبير لحتى يطلع ويمكن ما يطلع كمان. قولي على قامتي ان شاء الله. صهرك سعيد سابب الحكومة. شو؟ قولي على قامتي عليك يا بورا. وشو رح تساوي؟ خلاص اعطيك العافية يا حاتم. لك على راسي بس قل لي شو رح تساوي. والله ما قصرت يا حاتم. الله يعطيك الف عافية. على راحتك. سلام عليكم. سلام عصام. مور يا بي. لا بي الله يرضى عليك. سيك بوشك عند لحام بتجيب المكتوب وبعدها من عند البغجاتي كمان مكتوب بتجيبهم وبتجي. يلا روح. ماشي يا ابي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نورية. لك
شو هالكتب بعتوها ما فيها صور؟ نعم سيدي. قضي انضها من ساعة سيدي. لك انا هات لي ابو غالب وسعيد من النظارة لحتى نفهم منه شو القصة. حاضر سيدي. والله ما عم بعرف ليش جوزك صاير هالمشاكل عم تغلي دمه غلي. خلصنا جميله شبكي ويعني ضروري يروح على بيته كمان. اي استناه لحتى يجي على حارتنا ويعمل له اياها. الله لا يوفقه. طولي بالك اختي، ابوك هلا بيطالعه يعني ما رح يتركه محبوس. اخ يا راسي يبعث لي حمى ان شاء الله. عم يجعك راسك اختي؟ اخ يا راسي اخ. والله لو الدنيا فطار كنت ساويت لك شي كاسه ليمونه. يلا اختي قومي قومي اشلحي ملايتك وان شاء الله اليوم فطورك عنا انت وجوزك. ولو ما طلع جوزك من الحبس اليوم رح تفطري عنا. اي اختي لك انت سكتي، بعت لك حمى على هالحكي اللي بتحكيه. قومي اختي قومي. انا ما سبيت الحكومه وهذا واحد كذاب. انا سبيتك انت ونوري. سمعت سيدي سمعت؟ ها يعني المسبي الي ولا نوري؟ انا مين يا نوري؟ انت الحكومه كلها سيدي. سمعت شو قال؟ أنا الحكومة وما عالشي بتسبني وما لك خايف؟ الحكومة ما بتساوي شي مع أهل حارتها بدايقها. الحكومة مع الناس مو ضدها. ممكن تقلي شو يلي ما عاجبك يا سيد سعيد بيك؟ احكي. وظفتولنا مسحر مو خرج هيك وظيفة، عم بيفيق ناس ويترك ناس. رجعنا لقصة السحور ولا أبغالي؟ هذا واحد كذاب سيدي. ليش في غير عم يضايق اهل الحاره سيدي؟ الله وكيلك الي من اول يوم رمضان بصوم من دون سحور، ليش هالمنظوم عم يدق على بابنا؟ هذا اللي قارقني منك ومنه، وشو عامل له ما بعرف. وضروري حضرتك تاخذ حقك بايدك؟ شو مفكر الحاره فلتانه؟ لك على ليش تشتكي؟ تعال عندي وخبرني وشوف شو كنت رح اسوي لك فيه. ما راح ترد وراح تتركه بدون فلق وحساب. ويا سيدي اعتبرني قدمت شكوى. تفرجيني لشوف شو راح تساوي فيه، ورجيني فشل لي قهري وعاقبه قدامي. هلا رح تشوف شو رح اسوي لك فيه. لا ابغى لي. نعم سيدي نعم. اي تاني شكوى عم تجينا عليك؟ قسما عظما اذا اجتني شكوى ثالثه رح حفظ لك من شغله وصادر لك الطبله وعين مسحر بدلك، فهمانو لك؟ حاضر سيدي حاضر، وبوعدك انه ما عيدها ابدا. شفت بعينها؟ شفت سيدي شفت. لحتى تعرف انا مالي مقصر معكم بنوب وداير بالي عليكم وعلى راحه الحاره كلها وعلى حالتين. ما هذا الموضوع الاهم ومع هالشي ما راح يطلع هاد من هون الا ياكل فلقه. الا شو الفلقه سيدي؟ سدني عكل ابو غالب. هلا خلونا نحكي بالموضوع الاهم. تعال واقف هون. ليه سبيت الحكومة؟ قدن العصر عقيد، شو بدنا نساوي مشان أبو غالي؟ قلت لك أنا ما بدي أتدخل، خذ له فطور روح لعنده على الكركون. بأمرك عقيد. ليش لهلا ما حدا إجا؟ تعرف يا سعيد على هالكلمة اللي قلتها رح خليك تخ بالحبوس. شوف مين يا نوري. حاضر سيدي. بكره بالمحكمة خلص حالك إن كنت رجال عم تسب على الحكومة ما هيك؟ ولشو المحكمة سيدي؟ لحتى تطول لسانك على الحكومة سيدي؟ شو في يا نوري؟ قرايبين المجرمين وصلوا، إجوا جايبين معهم الفطور. بقى شو دخلهم لخليهم برا؟ لا دخلهم لنشوف شو بدهم. حاضر سيدي، فوت أنت ويا لعند سيدي أبو جودات، استنى أنت بالدور. شريف أستاذ عصام شريف. مرحبا أبو جودات. أهلين. مرحبا سيدي. أهلين 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 وسهلين بنور العين. أهلين بابن كبير الحارة. أهلين بزينة رجال. أهلين سيد عصام. أهلين فيكم سيدنا. شو أسد عصام؟ شو جايب معاه؟ هدول فطول لسعيد وللشباب. بس يعني شايف اللحمة مالها مشوية، شو سعيد بياكلها نية؟ قلت لحالي بيطبخن على كيفه بالحبس. إيه طيب حطن على الطاولة وريح ايديك سيد عصام. ان شاء الله صحتين وهنا. ايدك معي سوري. على قلبك سيد عصام. شو جايب معك بالصفلطه؟ جدره. الله لا يقشعك خير. ليش بقى؟ هلا بتشوف شو بده يصير بابو غالي. وانت شو جايب لسديك ابو غالي؟ جايب له مجدره بالزيت البلدي الحرستاني ومخلل لفت مع فليفله حده
وثلاث بصلات فحلين من اللي بيحبهم قلبك. بالله والله. بعدين مجدرة على كيف كيفك سيدي. مجدرة لكان روح قلبه الأكلة خصوصي مع المخلل. يخرب بيتك. ولا انتو ما بتطبخوا لحم؟ معقول هذا الحكي؟ لك شوف شوف السد عصام شو جايب. فخدت لحمة بحالها وعلب ملانة. شوف طص. صحيح يا سد عصام، شوف يا العلب هاي كلها. ما فيها شي سيدنا، ما فيها شي. شوية برازي على شوية معمول كنافة قطايف عصافير. بس أنا هلأ اشتلات إنه الحق على أبو غالب. ولا ليه ما عم تفيوا على السحور السد سعيد؟ أنت واحد ضلالي ونواقصي. والله يا سامحه سيدي سامحه. صاري سعيد سامحه، ما بده منه شي. وبيسلم عليك أبي بيقول لك سامحه. خطي رجال معتر. ماشي سد عصام، أنت غالي علي كتير كتير، أنت والسيد الوالد. وبصراحة لولا هيك لخليك تخبل حبوس هذا المشكلجي. شفت شو سابت المجدرة تبعك؟ ولا بغالب؟ نعم سيدي نعم. هالمرة رحت بشفاعة السد عصام، بس مرة تانية إذا بتعيدها قسما عظما ما مطالعك من هون إلا فلقة. أمرك سيدي أمرك. الله محيي الحكومة سيدي. شكرا. شوف سعيد، اعتبارا من هالليلة إذا ما فيأك هالضلالة على السحور بتخبرني لحتى أعمل له بدل ما ينسى بحياته. الله خلينا الحكومة وديما فوق راسنا. ولا سيدي خلينا نمشي، قرب يضرب المدفع. الله معكم برعاية الله، وإن شاء الله صيام مقبول. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. الله معكم، مع السلامة. سلمونا على الوالد. وافرك خود مجدرتك معك لأنه صديقك أبو غالب بحبها كتير، وخصوصي مع فحلين بصل وزيت حرس تاني ومخلل. شيله وروح مخلط انت وياه تعرف. ما شاء الله لا معرزة. مع السلامة يا أبو حاتم. أخي شو صار مشان سعيد؟ سعيد سعيد شو صار معه؟ ايه طلع سعيد طلع. ايه ألف الحمد لله يا رب. الله يخلي لنا ياك يا أخي. يا عم شلون طلع؟ يلا أخي درب المدفع تفضل على الفطور. كول خالي كول. والله صحتين هو صحي كول. صحة خالي صحة. يعني لو ما خلقتك مع هالمغضوبة في غالب ما كنا شفناك هون على الفطور. ما هيك صغري؟ يا عمي لا الله ما كلي أغراسي بسبق رجليك. أصلا ما بعرف كيف جيت شكرك. صلي على النبي الله يرضى عليك يا عبي الشمنة. والله أنت شقفة من لحمنا لك سعيد. الله يخليني إياك يا عمي ويقدرني عم كافاتك. ربي ما يحرمنا منك يا حق ويبعد عنك كل أذى. يا علي عليها. هلأ المهمة قلي لي شو سويت مبارحة؟ قلت لك سويت الشغلة الأولانية، بس اليوم رح أكمل الطبخة الثانية اللي قالت لي عليها أم عبد الله. إيه الله يقويكي. يلا أنا لازم أروح. بكير مزكي. ما بحسن تقبريني تأخرت. يلا خاطر. مع السلامة. شوف مين إجا جاري. لقينا منه. مرحبا شباب. أهلين أبو غالب. مرحبا أبو مرزوق. أهلين. شو أبو غالب؟ ليش ما سويت عراضة وفتحت بيتك مشان طلعتك من الحبس؟ إيه ماله محرزي. ليش بقى؟ أصلا سعيد كله على بعضه ماله محرز وماني شايفه قدامي بنوب. مالك خايف يسمعك؟ ليش هو هو؟ لا مو هون، بس إذا دري إنك عم تحكي عليه لح يرفع إيده مرة تانية عليك. أنا بدي مشانك. إيه ما بيسترجي. أصلاً أنا عم بحكي عليه هيك مشان يعرف إنه مالي يسأل له إياها ومخبي له إياها كمان. عمي أنت مالك قده. صلاة على النبي إله إيد تقيلة ومخبطة قوي. قلت لي إيده تقيلة؟ وحياة سكرتاوية ما عاد يستجي يرفع إيده. هذيك المرة أخذني غدر، بس هالمرة أنا حاسب له ألف حساب. وهي قاعدة كمان. لك
ليش قعدت محل الحكواتي؟ مو بدك تحداني؟ احكي الحكاية بحياة عمره ما سمعها. السلام عليكم. شو قعدك هون ولا؟ والله مو قصدي، فكرت ابو عادل بده يتأخر. شرف عمي ابو عادل، شرف لمطرح شرف. قوم يتعفل ابو عادل شباب. أرمي التاس الشايب. هابك وما هابك وألف رحمة على اللي جابك. البانتك بتطق وبابوشتك بتلق وجوزك يا لطفية بنت فريال وحماتك تدق وتتزلل على بوابك. عفيقك على السحور فقل. يلا درمل من هون درمل، ولا تنسى تفيق ابو عصام وسعيدة. يلا روح درمل من هون. امرك ابو بشير. يا حبيبي صار بدي رقص على البسطه. شو عم تقولوا لا؟ عم اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. قوموا اللي ما بتدوموا. يلا درمل من هون بسرعه. الله يخلص الشهر على خير. هو المنتصر الجبار. ابراهيم قوم يا مو السحار. شو يا مو؟ ما بدك تاكل؟ لا يا مو مو جاي عبالي، ما بدي اتسحر. ليش يا مو؟ فيك شي؟ ما بدي يا مو، ما بدي وخلص. يا رجال الولد كتير زعلان. اوه علينا، ما كنا نخلصنا القصة. قلت لك انا ما بجوز ابني من وحدة امها مطلقة. الله يوفقك الله يوفقك، البنت ما لازم. شوفي انا رح اعطيكي وعد. شو هو؟ اذا رجعت سعاد خانم لابو عصام انا برجع وبطلب دلال لابراهيم. منيح هيك؟ ربي يخلي لي اياك، ربي يخلي لي اياك. واذا ما رجعت فلا تحلمي فيها منوبها. يا رب يرجع.
مرحبا سيدنا. أهلين سيد عصام. سيدنا أنا عاوزك كلمتين. خير يا أبني. تفضل تفضل. يلا يلا. تفضل سيد عصام تفضل. يلا يلا يلا. هاي مرق ثلاث أيام ولسه ما صار شيء مزكي. لك لا تكون أم عبد الله عم تكذي. إيه لا مو حلوة تحكي هالحكي أنت. شلون مو حلوة؟ هاي خلصت المدة اللي حكيت عنها أم عبد الله. لك أريدها تقرضك شو بتنسي؟ مو هي قالت لك بتجيكي أول إشارة عند الظهر بعد ثلاث أيام؟ إيه والله نسيت. روحي تضربي أنت وهالراس اللي نادعتيه. هلأ المهم ساويتي كل شيء قالت لك عليه أم عبد الله بالحرف ورشيتي مي على السقاطة؟ أهم شيء سقاطها تشتشت تشتشي كتير منيح. الظهر رح تشوفي صهرك عصام جاي لعندك وناخخ راسه وعم يطلب منك لطفية ورح يبوس رجلك على ما توافقيها. الله يسمع منك يا حق. اجت لطفية لعد تحكي شي. ما قلتي لي شو رح تساوي على الفطور اليوم؟ عم بيقول لي عقلي انه اعمل شوية ملوخية وكواج وصحن فول مدمس. ان شاء الله صحتين والف هنا يا حق. على قلبك. امتى بدك تفطري عنا اليوم؟ لا تقبريني ما بحسن. يلا خاطري. الله معي. هذا اخر كلام عندك سيد عصام؟ ايه سيدي وبترجاك انك تروح هلا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفرك واتوب اليك. هو بعت لك تقولها يا شيخنا؟ ايه نعم هو بعتني. كنت بتمنى ما يصير هالشي. بس وليش ما يجي وينطقها هو؟ من تمه بتطلع احلى. ما بعرف وما على الرسول الا البلاغ. يعني يا شيخي هو قالها؟ ايه يا بنتي قالها ووكلني فيها. ما زالوا قالها. قولها وخلصنا يا شيخنا. ليش عم تماطل فيها؟ يا بنتي عصام وكلني قلك انت طالق. الله يخرب بيته مثل ما خرب بيت بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء. وشو بدك تاخذي من البيت قليله مشان نجيب لك اياه؟ وبعت مصاري هدول حق البنت تعطيه اياهم. لا تاخذيني يا بنتي. انا ما قصرت وحاولت اقنعه بس كان ناهيها. كتر خيرك يا سيدي. السلام عليكم ورحمه الله. شو سيدنا؟ طمني سيدنا. يلي بدك يا صار. ما بدي إلا غير الله يسامحك ويهديك ويصلحك. يعني كنت تروي شوي بلكي تنصلح الأمور بيناتكم. هيك أحسن سيدنا هيك أحسن. لا تواخذي. you
بيتي لخربتي بيتي وطلعتيني من عصام وفتحتي حماتي بالحارة. لك اسمعي على السمع، انا شو دخلني؟ انا قلت له لابو عصام طلعها، لك الحق علي. لك انت ان شاء الله خلاص خلاص افهمنا شو صار يعني؟ لا اول وحده ولا اخر وحده طلقتي؟ شح حماتك مطلقه وقاعده ومرنخ عند اخوها. لا عمي مو صحيح، حماتي عم تتمنى ترجع لبيتها اليوم قبل بكره. يبعث لك عما يا ام عبد الله. الهي ربي يقصف عمرك يا حق. شو اخبار الحاره؟ غريبه بوجودكم يا سيدي. يعني ما في مشاكل؟ انتوا قادرة يا سيدي. طبشهم طبشهم، حطهم بايدك. إيه حطهم بالكيس. ايه طول بالك، نحن ما بنلعب الميزان. شرف سيدي. مسيك يا ابني. دخلك امتى رح يرجع ابو شهاب من حلا؟ والله ما بعرف، بس ابو قاسم قال لي بده شي 10 ايام. معناها ما لح يعيد معنا بالحارة. أكيد. يلا خاطرك. أنت كنت تدفعون الحساب سيدي؟ على العيد. صار مارق كذا عيد وما دفعتوا شيء. إيدك. أنت بتسجلوا على الدفتر وما بيروح عليك ولا قرش، تمام؟ وراي ابني. لا ما عليه هيك زباين. لك أنت بده جيب شهر. ماي باردة أبو قاسم؟ شو الحكي يا أبو محمود؟ إيه لك عبده؟ فور حبيب. نطلع عند الأميمة إنه خليه يزيد الواجهة تحت الحلال سرعة. مشي مشي. لكن طلعها. لكن يا بي فرخ البط عوام، تعلم من أبوه. أنا والله ما كان بدي روح، بس نطق طلاق قدامي وقال لي روح وصل لبنت متوفيق. ماشي سيدي ماشي، هذا أبو عصام وابنه الثاني صاير معهم عرق جنان. إيه بس يا أبو قاسم لازم تعرف السبب. وشو بتحب نساوي سيدي؟ قابله وفهم منه. أنا قابل عصام؟ فصفح الصفحة الجميل، بيضل أبو عصام سهرك ولازم تلففه قصة بسرعة لأنه الكلام كتر عليكم بالحارة. عن مين سيدي؟ يعني عن أبو عصام وعن أختكون، بس أنت الوحيدة اللي بتقدر تسكت كل واحد عم يحكي عليهم. صدقني يا سيدي أنا ما بكره له أبو عصام. يقول إنك بتحبه. إيه بحبه، بس ليش يكسبه معنا؟ ليش؟ يعني راح تفتح الموضوع معه؟ والله عم لاقيها تقيله. لا تقيله ولا شيء، بالعكس راح يلاقيها منك قد الدنيا وراح يسجل لك اياها بدفتره. يعني بفهم منك انه لساته بده اياها؟ ايه، وما بيستغني عنها ولا عنكن. وانا قلت لك شو كان راح يصير لو ما انت. ان شاء الله بيصير خير. وامتى يا ابو قاسم؟ ان شاء الله بكره. خير البر عاجله، ليش مو هلا؟ لا معلش خليني اسال اختي بالاول. ايه معك حق. اوهو علينا، خلاص اختي هذا اللي صار. شو في لك ابي؟ على شو مجموعين هي؟ يا ابي خلي عصام يحكي لك. شو في عصام؟ الله لا يوفقها لك عبد الله، الهي ريته ينص لسانها يا حق. لك حاجة سبية، شو عملت معك المخلوقة؟ اه الله لا يوفقها، العمل اللي قالت لي عليه لك انقلب علي. ايه مو معقول انقلب عليكي، شغل مع عبد الله ظابط. شحو عصام بعد الشيخ عبد العليم طلقها لبنتي لطفية ولك عند الظهر على التمام. الله لا يوفقها يا حق. يحيي بليب حمى على هالعملة. اي بعت له مليون حمى هالام عبد الله الكذابة النصابة الدجالة. يحيي بليب حمى، حاجة سبية اللي بيسمعوك اخواتها. مستور من خاطرهم. طيب قولي لي انت شو اشتغلتي؟ مثل ما قالت لي مع عبد الله بالحرف. لا انا بدي اسمع من تمك، قولي لي لشوف. لك ابي ليش طلقتها؟ لك مو حرام عليك تكسبي خطر المخلوقه هلا والدنيا عيد؟ اشهد ان لا اله الا الله. يا عيب الشوم يا عيب الشوم. يا ابي ما سمعت كلمتي، وهي اصل الفضيحه اللي صارت بالحاره. لك ابي بتقوم بتطلقها بتطلقها. لك يا أخي حرام عليك، لطفية ما لحدا، الله يسامحك بس. أختي لا بقى حدا يتداخل فيني، أنا بعرف شو عملت شو ساويت. يعني شو؟ فكر كسر خاطر المرأة سهل؟ إيه والله والله لا تبكي ليل نهار على عملتك. أوهو علينا، حبكيت هلأ حبيتوها؟ عن إذنك يا بي. إيه هلأ حبيناها. إيش مين قال أساساً إنه نحن بنكرهها؟ الله يصبرها لهي المسكينة. لك أبي أنت ما تربيت من طلاق أمك، ما تربيت.
يا ابي انت بتعرف شو كان عم يصير؟ ما بيصير لك ابي ولو كان. لك ابي مشاكلك لازم تاخذها بمهدوي، بتعرف شو يعني الطلاق؟ والله خرب بيتك ابي، هذا خرب بيت. ولا اخي شو ناوي تساوي؟ ولا شيء، خليها ملحوشه عند امها. يعني شو ما بدك ترجعها؟ اختي مشان الله لا بقى حدا يفتح لي هالسيره بنوبها. الله لا يعطيك عافية، والله يكسر دياتك. ايه ليش بقى؟ لك ام عبد الله قالت لك امزقي بوسط الطنجره، مو قالت لك على باب بيت ابو عصام؟ لا لا مو هيك قالت. امزقي يا الله لا يوجه لك الخير، نزعتي كل الشغل. شو هالحكي يا امزقي؟ هلا معقول مشان بس صغيره بتنزع كل الشغل؟ والله شغلي ما بتتصدق. لك لكان شو مفتكره؟ بزقتك بالطنجره هي اللي رح تجيب لك عصام لهون مكلبش يا فهيمه. والله ما كنت بعرف. روحي يبعت لك داء، ما ينعرف لك إله دواء، يا حق إلهي. يعني بفهم من سكوتك إنك موافقة. أبو عصام أبو أولادي، وأنا اشتقت لبيتي يا أخي. إيه، إن شاء الله بيصير خير. مين؟ أنا فتحي. مين أنت؟ أنا أبو راتب، وفيه العقيدة مش هاب. مين أبو راتب؟ لك افتح الباب فتحي. والله الصوت مو غريب علي. أنا رفيق العقيد أبو شهاب، وجاي نام عندك للصبح، وقلت له إني جاي نام عندك. ها بس أنا ما بعرفك وما راح أفوتك لعندي. إيه بس إذا دري العقيد إنك ما فوتتني لعندك بده يزعل منك. ها أنا ما بحسن فوتك ولو كنت رفيقه، ويمكن يقلعك من الشغل. ها ايه ذنبك على جنبك. انا رح اقول له للعقيد انك قلعتني وما خبيتني عندك. انا رايح، انا ماشي. رح اقول له للعقيد فتحي. ماشي تصطفل يا فتحي مثل ما بدك. يلي بده يصير يصير. وينو هذا ابو راتي؟ ما بعرفه، بس قال بده يفوت ينام عندي بالبوايكية. ايه بس انا ما فتحت له الباب منوب. بري عليك فتحي ما قصرت. اوعى لك عمي تفتح الباب لاي من كان. ها حتى لو كان ابو شهاب معلمك ذات نفسه بالليل، اوعى تفتح له بالليل، ما تفتح لحد عمي. بس عمي انا احكي فتحي احكي. انا سمعان صوته كثير عنا بالحاره. شو عم تحكي انت؟ لك عمي سمعانه بالحاره؟ يا عمي ابو عصام صوت مين بيشبه؟ قال لي لشو بيشبه صوت يا عمي ابو خاطر، يا اما صوت الصيف الاعمى. مين بيشبه صوت يا عمي ابو خاطر، يا اما صوت الصيف الاعمى؟ لك عمي انت متاكد؟ متأكد؟ أنا هيك تهيأ لي. طيب عمي فتحي الله يرضى عليك ركز معي، صوت مين بيشبه هو؟ هيك أكل أكل منيح هيك جوات نفسك. يعني صطيف ولا عمك أبو خاطير؟ صطيف ولا عمي أبو خاطير؟ إيه إيه صوت مين بيشبه؟ صوت صطيف الأعمى عمي أبو عصام. يا لطيف شو يا أبي؟ أبي الله يرضى عليك من الليلة بتروح بتبات عند فتحي بالبواكية، انت فهمت؟ أمرك يا بي من الليلة. ها وقادر يدق الباب على فتحي إذا تمكنت منه أبي دق بخوانيه ليه من كان يكون شحط وشحط تحلاية رمضان يا ماروك. مرحبا عقيد. أهلين شلونك عقيد؟ منيح. حكي لي أبو غريب عن شو عقيد؟ عن مشاكلك بحارة الضبع. صدقني يا عقيد ما عاد عملت ولا مشكلة. لكان شو قصتك اللي مرتاني فايت على المغفر طالع من المغفر؟ يعني معقول ما فيق الناس على السحور يا عقيد؟ ما بعرف
عقيد ابو غالب معه حق. شو قصدك؟ انا فكرت فيها وقلت لحالي شلون فاق البيت اللي قبل بيت ابو بشير ويلي بعده، وشلون ما فاق ابو بشير على السحور. انا هذا اللي كنت بدي اقوله عقيد. ونفس الشيء مع سعيد. شو قصدك؟ قصدي حاره ابو شهاب عم يتبلول ابو غالب لانه ما بدهم اياه يكون مسحر لحارتهم. انا هذا اللي كنت بدي اقوله. نحن لازم نحمي رجال حارتنا عقيد، ابو غالب واحد منا. بعدين انا يعني كرمالك ما حبيت كبرها، مع انه انفاتوا لحارتك وتعدوا على ابو غالب، كان المفروض يجي يقولوا لك الا مو يفوتوا هيك بدون اذن او دستور ويعملوا اللي عملوه. شو يعني؟ يعني مو عاملين لك لا اهميه ولا احترام. لا ومستصغرينك عقيد. انا هذا اللي كنت اقوله. بالعربي الفصيح ما بدهم ايانا نفوت لحارتهم لانه ما بيحبونا، او بدهم يقصوا رجلنا من حارتهم. لك شو الشغله على كيفهم؟ اسمع ابو غريب، مور عقيد، اذا حدا بيدق بابك ما بدي اياه يرجع لحارته. شو عامل لك؟ وشو ساوي معهم عقيد؟ تربطوا سكين بتمش كرشه بج وتعال عندي وما حدا يعلم عليك. هذا المزبوط حاجه بقى مستوطين حيطنا. طول رمضان شان شو عقيد؟ بدي فش خلقي بالارجيله. لا تقول الا خلاص، ادعي لنا عقيد. يسرى تازه يا ماروك، اطيب من خبز الملوك يا ماروك. يا لطيف، هلا هذا كله حساب ابو جوداد؟ شايف الشوفي شايف؟ لا لا لا، معناته قصته لازم يلتقى لحلوه في عند حده. كل يوم رايح جاي بياخذ اغراضه من عند مني وبيقلي سجل على الدفتر، لك ما عم يدفع مصاري. وتعال له لابو قاسم ما بيطلع بايده شيء، هو ما طلع بايده ثلاث صحيح من الكركون. شو رايك نقول لابو عصام؟ لك الله يعينه الثاني. تعال يا ماروك، اطيب من لحم الديوك يا ماروك. السلام عليكم. طب راسك ابو غالب؟ ما ترد عليه، شو مالك سامعه؟ سمعان وما بدي رد. نقي لي شوي لكان مأمرين. ناسي. جيب معروك عن بيت اخي؟ لا اخي ما بدنا. لكن مو من عند هذا الزغبي. اخي شو بيعرفني؟ اسال ابوك. شفتوه؟ لك ايه، دير بالك على المعروكات اللي بمهرشة. عاوزة شي اختي؟ سلامتك اخي. لا تنسي طبي اوعيكي. يا شفتوا؟ قلت لكم من حرمه يا حرمه ما صدقتوني. اعوذ بالله. سمعونا. اعوذ بالله. بتزين أفراحنا ورد.
والندلب يزرع فيني يحصد شر الندالي والعز بيرجع للي عنده حكم وأصالي واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله بالصبر بيتحلوا